ازاي دلوقتي بيتم ما فرز هذه الشحنات؟ يعني لو طياره جت من دوله من الدول اللي حابه تساعد بمجموعه كبيره من المساعدات، ازاي بيتم فرزها وتحملها على العربيات، ومين بيقوم بالمهمه دي؟ الحقيقه انه في طريقتين. الاول بتنزل الطيارات، بتنزل لمطار العريش الدولي، بعد تنزل مطار العريش الدولي بيتم تفريغ الشحنات دي من الطيارات، بتنزل داخل المطار. المطار بيتم تفتيشها امنيا، مش بيدور ايه هي محتوياتها، لكن بيتم تفتيشها امنيا بس الاول. وبعد كده في بقى المتطوعين، المتطوعين اللي موجودين هنا اما متطوعين مصريين من الشباب، متطوعين من الهلال الاحمر المصري، لان كل حاجه بتستلمها او بتحاول تخش لقطاع غزه هي عن طريق الهلال الاحمر المصري وبيتسلمها الاحمر الفلسطيني. فبيتم بقى بعد كده المتطوعين اللي موجودين هم اللي بيدخلوا الحاجات دي المخازن، هم اللي بيتم فرز الحاجات دي داخل المخازن، بيتم فرز المستلزمات الطبيه لوحدها، الاغذيه لوحدها، الحاجات المعيشيه لوحدها. يعني مثلا على يميني دلوقتي هوريك يا شاذلي يا منى، ده دلوقتي جزء من المساعدات اللي جت من الجمعيه الهلال الاحمر الكويتيه مثلا. بيتم تفريغ الكراتين دي داخل صاله المغطاه جوه، لو هي حاجات معيشيه، لو هي حاجات ادويه مستلزمات طبيه يبقى ليها ثلاجات خاصه مخصوصه ان هي تتحط فيها، لو غيرها من الحاجات دي بيتم المتطوعين الحقيقه هم اللي بيقوموا بكل الحاجات دي. وخليني اقول لك على ميزه كمان، كانوا موجودين في المتطوعين اللي قعدوا مرابطين على المعبر المصري تقريبا يعني 10 ايام ويمكن اكتر، وبعد كده في ناس منهم اتحركت بقت ترجع العريش وترجع تاني وهكذا. الحقيقه انه الناس دي مش بس بيقعدوا يفرزوا الحاجه لا، لما اكتشفوا انه العربيات بيتم تفتيشها وبتخش عربيه وعربيه لا، قرروا ان هم يعني يضغطوا على قد ما يقدروا المعونات اللي موجوده، لو كل عربيتين تقدر نحطها في عربيه بيحاولوا يعملوا ده، فكان مجهود كبير جدا اكبر كم من المساعدات حد لما يطمنوا ان الحاجه بتفضل توصل لمعبر رفح. طبعا بنشكرك يا كريم، شكرا جزيلا، وهنكون في تواصل مستمر معاك لرصد ما يحدث في العريش من تعبئه هذه الشاحنات حتى وصولها الى معبر رفح.